مر عام مفعم بالحوادث، فلأول مرة في تونس ومصر روعيت حرمة رأي الشعب وأدلت الجماهير بصوتها للتيار الإسلامي، وسيكون الأمر في ليبيا على هذا النحو أيضا. التوجه الإسلامي المتصف برفض الصهيونية والديكتاتورية وبطلب الاستقلال والحرية والتقدم تحت راية القرآن سيكون المسيرة الحتمية والإرادة الحاسمة لجميع الشعوب الإسلامية. من مطمئنم این انتخابات برای ملت‌های دیگر هم یک نشانه است. شما پیشکسوتید دیگه، ملت ایران تو این زمینه جزء پیشکسوت هاست. ملت‌های دیگه نگاه میکنن ببینن به کجا خواهد رسید. إن إرادة الله سبحانه شاءت لهذه الشعوب أن تستيقظ، فقد حل قرن الإسلام وعصر الشعوب، وسيكون له التأثير على مصير كل البشرية. أما كان تدفق الشباب والمثقفين في واشنطن ولندن ومدريد وروما وآثنا بإلهام من ميدان التحرير؟ استکبار دوست دارد که انتخابات در کشور ما اونچنان بشود که ملت‌ها رو مایوس کنه. خب شما دیگه حرف آخر رو گفتید، مرگ بر آمریکا همون حرف آخره.